يقول السائل: عندنا اعتقاد وهو أن النادر يخاف من أمر يصيبه في الدنيا دون غيره، فيقول: عندما يصيبه هذا الشيء إنما أصابني لعدم وفائي بنذري، فهل هذا صحيح أم أن عدم الوفاء هو ذنب من الذنوب كغيره؟ الله أعلم. المهم إذا كان نذر طاعة يجب عليه الوفاء به، إذا تركه فقد عصى الله عز وجل. نعم.